قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، أي أن تقدموا ذواتكم ذبيحة تغيير، لأنك إن لم تميت أهواءك وخطاياك فأنت متأصل فيها، وحينها ستموت وأنت آخذ معك الأهواء والخطيئة والموت، فكن أنت مدفوعا باتجاه هذا التغيير لكي تصلح ذاتك. قبل أن أبدأ بعملية ختام الموضوع، لا بد لي أن أقول لكم كلمة حق، هي أن واسطة التغيير عندنا تكمن في كلمة الله، لأن الكلمة الإلهية هي حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، يقول الكتاب المقدس. يعني أنت لكي تتغير أيها الإنسان يجب عليك أن تكون فقيها عالما بالكلمة الإلهية، فاحصا لذاتك على أساس الكلمة الإلهية، فهي التي تفضحك وهي التي تجعل منك أنت أيها الإنسان مكشوفا، فأنت بحس المقارنة مع الكلمة الإلهية تكتشف عاهاتك والعورات، وعندما تكتشف هذه العاهات والعورات حينها يبدأ فيك الشعور بالنقص لكي تصبح في الكمال، وهذا ما تصنعه فينا الحركة الهدوئية الرهبانية الموجودة في الكون، لأن أولئك ينحسرون عن الدنيا لكي يتفرغوا للقاء العريس، وفي لقائهم للعريس يرون أنفسهم بحقارتهم ووساخهم، فينادون بتنظيف ذواتهم باستعمال الحقيقة الإلهية، فيصبح حينها متقدمين في مسيرة لا تهدأ نحو الملكوت. وهنا حلكم قصة بنظر هي قصة الفصل في هذه تفصل هذه في هذه الأمسية البسيطة، وأنا ميال بطبعي إلى الأمثال. وحبذا لو تصغون إليها بكل كيانكم، ورح مثلها شوي معلش. كيف الواحد بيقدر يعرف حاله موسخ إذا ما بيعرف شو يعني نظافة؟ كيف الواحد بيعرف إذا هو غبي إذا ما بيقارن نفسه بالعالم؟ كيف الإنسان بيعرف إنه هو في الظلمة إذا ما كان بيعرف شو يعني نور؟ صحيح؟ صحيح. كان يا ما كان في قديم الزمان طيارة طائرة فوق الأدغال، بلحظة بوم تنفجر هذه الطيارة، بيموتوا كل الركاب تبع الطيارة، يعبونا بينجى طفل عمره 40 يوم رايح هو أمه، والبي مطمن باله إنه باعت الطفل مع أمه، ماتت الأم، ويقع هذا الطفل اللي عمره 40 يوم يا أخ سمير في الأدغال.
لأن شفتك أنت عم تحاول تغير السلولات تبعك من إلى واعب الأدغال. حنت عليه القردة قصة طرزانة بتعرفوها؟ أخذته القردة وبلشت تردعه. وبلشت تربيه مع أولادها القرود. وبلشت تحكيه بلغة القرود. والبي متحسر بده يشوف إذا في حدا بركي ابنه نجا. هذا الولد الصغير بدأ يكبر في الأدغال، صار يمشي على الإجرين والإيدين مثل القرود. صار يحك مثل ما بيحك القرود. صار يحكي لغة مين؟ القرود. صار يدافع عن حاله مثل ما بيدافع القرود عن حاله. صار يتسلق الشجر مثل القرود. صار يعيش عيشة القرود ومقتنع، اسمعوني جيدا، ومقتنع بأنه طبيعي. صار إلى حد ما يعيش عيشة البهائم ومقتنع أن هذه هي عيشته. البي من برا عرف انه ابنه بعضه طيب، فالاحسن شيء بعمله، احسن شيء بعمله انه ببعث له SMS باللي يبي يرجع. ما بفي. قال احسن شيء بعمله بطلع بالطيارة الخاصة تبعيتي فوق الجنجل وبزد مناشير وبكتب عليه يا ابني أنا ناطرك. فهم أنه ما في إمكانية، لأنه يعني ما رح يعافيه. بترجيكم تسمعوني من كل جوارحي قلوبكم. وهذه قصة تغير الكيان. قال ما عندي طريقة، ليس عندي من طريقة أخرى إلا أن أذهب أنا بذاتي إليه. ولكن إذا راح لعنده بأي لغة بده يحكي؟ بده يحكي باللغة الأردنية أو لا؟ تأمروني إن شاء الله، أنتم ملائكة، أنتم ملائكة. بأي لغة بده يحكي؟ باللغة واللهجة اللبنانية؟ أكيد لا. فقرر هذا الوالد أن يذهب إلى حديقة الحيوانات لكي يتعلم لغة القرود ويدخل إلى الجنجل. ودخل هذا إلى حاضرة كون ابنه. الكون تبع ابنه غالب. هون تكمن التغيير. اسمعوني وين
وجد ابنه، والابن اطلع فرأى به يفاجئ هذا الابن، طلع ليش أنا مزلط، وذاك لابس، طلع بحاله هيك الابن، قال أنا مثلا من حالي، ذاك حالي، اطلع بالمقارنة فوجد نفسه أنه عم يمشي على أربع إيدين وإجرين، على الأربعة، بينما ذاك يقف على إجرتين بس وعم يمشي ولابس طقم وكرافات كمان وحاطط بإيده سلولات وحاطط كزله. فوجد فروقات كيانية بينه وبين هذا الأب. هذه هي قصتنا نحن صدقوني، هذه هي قصة الإنسان بالعمق، أن الإنسان بخطيئته تمرغ لدرجة أنه صار يعيش عيشة البهائم، واقتنع الإنسان أن هذه هي طبيعته لدرجة أنه صار معتبر أن الخطيئة هي من كيانه. فبعث إلهنا العظيم مراسيل SMS ما فهمناها، أرسل الله أنبياء بطيارة وكتبوا كتب ولكننا لم نقرأها ولم نفهمها. فما كان على إلهنا هذا إلا أن أراد لنا التغيير، لأنه شفق على حالتنا لدرجة أنه حس أنك أنت تسير في مسيرة موت، وشو ما يقول لك من برا فستبقى هذه مسيرة ناقصة للخلاص. فأراد نفسه مثلا لك، فدخل هذا الإله العظيم إلى كوننا وتكلم لغتنا نحن الخطأ، ولكنه لبث دون خطيئة. فبالمقارنة يا أحبائي بدأنا نشعر بأننا أغبياء، لأنه هو ليس بغبي. بالمقارنة بدأنا نرى أننا خطأ لأنه ليس بخاطئ. بالمقارنة وجدنا أننا نلبس ثياب العري. بالمقارنة وجدنا أنفسنا بعيدين تماما عن الحضرة الإلهية. بالمقارنة بين كلماتنا السخيفة والكلمة الحق يسوع المسيح وجدنا أننا بعيدين عن الخلاص. فما كان علينا إلا أن شفقنا على ذواتنا ورق قلبنا على ضعفنا لدرجة أننا رأينا أننا نستطيع التغيير، نستطيع أن نكون مثله، لبسين حاطين كرافات كمان. فأردنا بالمقارنة هذه أن نتغير. فمن أجل هذا قال المسيح كونوا ترارم قديسين كما أن أباكم